لعبة مغامرات وعالم مفتوح، حجمها صغير وباتنين سنت. نعم باتنين سنت، يعني 0.02 مش 20 سنت ولا دولارين، 2 سنت. لعبة رائعة جدا، حلوة كتير، اسمها Destroy All Humans. مش بس هيك، كمان هعلمكم كيف تنزلوا الديمو وتلعبوها وتجربوها. خليكم معي. ان شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. معكم أونس من قناة أونس أرت. مظبوط الخبرية انه جيم باتنين سنت، ومش بس هيك، يعني بهذا المقطع بدي اعلمكم كيف تحملوها ديمو وتلعبوا كمان الجيم. ان شاء الله حنزل كمان جيم بلاي، عنا مقطع تاني لان عن جد عالم مفتوح. بدي منكم بس تفوتوا على ستور وتحطوا السيرش، تكتبوا اول كلمة ديستروي، بتفوتوا على اول خيار وحاطين لك اياها فول جيم 0.02. اد تو كارت، بتضيفها انت. هي حجمها تقريبا 11 جيجا، بتلعب من 2-4 وما بحاجة لبي اس بلس، وبتلعب كمان اوفلاين، يعني فيك تلعب اوفلاين، فيك تلعب انت ورفقاتك، وما بدها بي اس بلس. يعني هون اللذة، هون الجمال بهيدي اللعبة. هيدي بعض المشاهد من هيدي الجيم. انا بلشت تحميلها واشتريتها، وكمان بدي اقولكم كيف تحملوا الديمو. كمان بتفوتوا على ستور وتحطوا كمان فوق نفس الشيء ديستروي، وبتكبسوا وبتضغطوا وبتعملوا سيرش، تنزلوا شيء 1 2 3 4 5. الخامسة بتقلك هي هيدي الجيم ديمو، صار فيك تحملها ديمو وتلعبها. ديمو هي عبارة، هي فري، حاطين لك ديستروي اول هيومنز فري، بس هيدي ديمو، يعني فيك تلعب اول خريطة او اول مراحل وبتنتهي. كمان انا عم بحملها للديمو لحتى كمان فرجيكم كيف. هنزل مقاطع تانية اكيد عنا لهيدي الجيم، لان عالم مفتوح وحلوة كتير وبتكسر روتين، وجرافيكس حلوة، يعني جرافيكس بدك تقول حقيقية على شوية فورتنايت، بس حقيقية اكتر، وعالم مفتوح بتبرم وين ما كان. الخبرية الحلوة والاهم انه بتدعم اللغة العربية، يعني فيها لغة عربية، بكتبوا لك بترجموا لك باللغة العربية، والجيم كلها معربة. هيدي اللذة بهيدي الجيم، واكيد مثل ما قلت لكم حنزل مقاطع جيم بلاي عنا، وحملوها حجمها قليل وجربوها ديمو او اشتروها، ما كلها 2 سنت. بدي منكم بس بترجيكم تعملوا اشتراك بالقناة لنوصل لل10,000 مشترك. في عندي كتير عالم عم بيحضروا فيديوهاتي بس ما عم بيشتركوا، بتمنى اللي انت عم تحضرني لو سمحت اعمل سبسكرايب واعمل اشتراك. بدي لكم بس بعد شوي صغيرة عن قناتي. هيدي قناتي فيها فيديوهات كتير بتفيدكم على المودو وورفر، على الورزون، اوفر واتش، شرح جميع الجيمات، جميع المشاكل اللي بتواجهوها، كمان كل الاخبار الالعاب اللي ببلاش، وشو ما بتعتزوا وشو ما بدكم مثل ما عودتكم تكبولي بالتعليقات، وانا برد على جميع التعليقات. بشكركم وبشكر يوتيوب اللي فعلوا لي كلمة الثانكس، صار فيكم تتشكروني بضغط على الثانكس، بتتبرعوا ب$2 او 5 او 10، انتوا بس تبرعوا بأقل شيء بدولارين. شكرا لكم، شكرا لكم، اكيد ومقاطع.